بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يروي الخطيب السيد حسين إمامي، وهو من الخطباء المعروفين في مدينة مشهد المقدسة، ويقول: في يوم من الأيام كانت لدينا ابنة جاري وهي بعمر الزهور، كانت في الرابع الإعدادي وهي تذهب إلى مدرستها وترجع مع صديقة لها. يقول: في يوم من الأيام خرجت من البيت ورأتني فقالت لي: أريد أن أتعرف على صاحب الزمان سلام الله عليه. فيقول السيد حسين إمامي: قلت في نفسي بأن هذا السؤال يحتاج إلى ساعات طويلة للإجابة لكي يتعرف الإنسان على إمام زمانه. فقلت لها بكل بساطة: لكي تعرفي إمام زمانك عليك أن تهدي كل ما تعملينه له، ثواب كل ما تعملينه اهديه لصاحب الزمان سلام الله عليه، هذا أولا، وثانيا أكثري من قراءة دعاء الفرج: اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في كل صلاة وبعد كل صلاة. ثم ثالثا تفرغي لساعة أو لنصف ساعة وأنت حدد الوقت لتتحدثي مع إمام الزمان بكل ما يدور في بالك وفي قلبك من مشكلات، من هموم، من أسئلة، وهذا بداية الطريق، وبعد ذلك حدثيني ماذا سيجري معك. يقول السيد حسين إمامي: ما مضى إلا شهر واحد ورأتني ابنة جاري مرة أخرى واستوقفتني قائلة، ولكن ملامحها كانت متغيرة جدا، وقالت لي: أنا أشكرك جدا، منذ اليوم الأول من قبل الشهر بدأت أهدي جميع أعمال المنزلية وكذلك العبادية لمولانا الإمام المهدي عليه السلام بنية حفظه، حتى قدح الماء الذي أجلبه لأبي أو أمي أهدي ثواب هذا العمل من بر الوالدين لصاحب الزمان سلام الله عليه. فشعرت بأن صاحب الزمان سلام الله عليه بدأ يقترب من روحي وقلبي شيئا فشيئا، بدأت أشعر بوجوده المقدس معي خلال اليوم. وهذه القاعدة معروفة، قاعدة قرآنية من ضمن المنظومة الإلهية: اذكروني أذكركم. وكذلك صاحب الزمان سلام الله عليه، كلما ذكرته قام بذكرك، كلما اقتربت منه اقترب منك أكثر. وقالت لي هذه الفتاة التي كانت في الرابع الإعدادي، تقول: بأني لست فقط أهدي الأعمال، فكما قلت بدأت أقرأ دعاء الفرج في الصلاة، في قنوت الصلاة وبعد الصلاة وعند الليل وقبل أن أنام بنصف ساعة أجلس على مصلاتي وأتوجه إلى صاحب الزمان سلام الله عليه وأحدثه بكل همومي وأحزاني وكأنه موجود، حتى جاء اليوم الذي رأيته أنا في عالم الرؤيا، وكيف قال لي: سيري ورائي، اجعلي خطواتك فوق خطواتي خطوة بخطوة لتصلي إلى ساحل الأمان. وعندما استيقظت من النوم شعرت بفرحة عامرة وعارمة تجري بقلبي وبدمائي، وها قد قضى ومضى شهر كامل وأنا أشعر بقرب عجيب من صاحب الزمان سلام الله عليه. وعندما أقول يا صاحب الزمان على حاجة معينة، أجد أن صاحب الزمان سلام الله عليه يضع يده على حاجتي، واليد الأخرى كأنه يرفعها إلى الله عز وجل يدعو بقضائها فتنقضي سريعا. أنا أشكرك على ما قدمته لي، لقد أصبحت لدي
معرفة ولو بسيطة بإمام زماني. كم نحن غافلين عن كنز عظيم، بل هو أعظم كنز في هذا الكون تستطيع أن تصل من خلاله بدعائه بشفاعته إلى رضا الله عز وجل، وكذلك من خلال صاحب الزمان تفوز بكل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. ثلاثة أمور غيرت هذه الفتاة وجعلتها من المهدويات، هو أنها كانت تهدي جميع ثواب أعمالها لصاحب الزمان، وكانت تدعو بالفرج لصاحب الزمان في الصلاة وبعد الصلاة، وكانت تجلس فقط لنصف ساعة وتتحدث مع إمامها سلام الله عليه. وهنا بدأ حبل الوصال بينها وبين صاحب الزمان سلام الله عليه. وكذلك بدأت هذه الآية تراها هذه الفتاة بأم عينها، اذكروني أذكركم. عندما يذكر الإنسان الله عز وجل، الله يذكره. عندما يذكر الإنسان صاحب الزمان سلام الله عليه، فصاحب الزمان يذكره. ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وما جزاء الدعاء إلا الدعاء، وما جزاء دعاء الفرج إلا بدعاء فرج لك مثله. فلذلك عليك أن تكثر من دعاء الفرج، أن تكثر من الخلوة ولو نصف ساعة مع صاحب الزمان. وهذه النصف ساعة التي جاءت في الحادثة وفي القصة ليس شرطا بأن تضعها قبل النوم. ربما أنت وقت مجالك بعد صلاة الفجر، ربما أنت وقت مجالك بعد صلاة الظهر، في أي وقت، ربما في محلك لديك وقت الظهيرة نصف ساعة، ربما تغلق المحل وتستريح، ضعها هنا. هذه نصف ساعة في الحديث مع إمام الزمان ضعها في هذا الوقت، لديك الحرية التامة، ولكن المهم أن تضع وقتا للحديث مع صاحب الزمان، لمناجاة صاحب الزمان، للشوق لصاحب الزمان سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما وأبدا للإكثار من دعاء الفرج، لأن فيه فرجنا وقضاء حاجاتنا جميعا إن شاء الله. لا تنسونا من فاضل دعواتكم، أيامكم سعيدة، نسيت، أيامكم سعيدة بأيام عيد الغدير الأغر. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. وكما تعرفون من مستحبات يوم عيد الغدير أن نقرأ دعاء الندبة لصاحب الزمان سلام الله عليه، فعلينا أن لا ننسى من ذكري أو لا ننسى ذكر صاحب الزمان سلام الله عليه في يوم الغدير قطعا إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.